هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم سيعزز البنية التحتية في المعيار الصحة في مديرية تريم. هذا المستشفى الذي عمل في وقت قياسي لمجابهة وباء كورونا سيبدأ العمل إن شاء الله باستمرار العمل سواء انتهت كورونا أو بقي من كورونا، ولكن سيبدأ العمل كمجال خدمة صحية في هذا المنطقة، منطقة عديد. المستشفى بإذن الله سيكون رافد مهم جدا، الرافد الصحية في هذه المديرية ولوادي حضرموت لمجابهة وباء كورونا وأيضا لمجابهة الحميات التي تنتشر بين فترة وأخرى.